اسمي أمان عبد الله صليعي. اسمي محمد أبو الوفا. ريهام مؤنس عبد السلام. دكتور باسل حمدي. أنا آمنة عبد الكريم. تنظيم الكورس كويس جدا، الناس كلها كوبرتيف، ناس تحس ان هم فاهمين هم بيعملوا ايه، واخدين اساليب الوقايه كلهم من بعض، بيتابعوا معانا لحد ما بنوصل، وكل حاجه بصراحه منظمه جدا. تنظيم جميل جدا، مستوفي الشروط، منظم وكل شيء تمام، يعني كتير منظم، والوقايه كلها بيرفكت صراحه، في تباعد بين كل شخص وشخص، قاعه فتحتها تقريبا ل 100 شخص، ويعني احنا تقريبا شي 20 شخص باللقاء، في متر بينك وبين اللي جنبك، وكلنا لابسين ماسكات، تباعد بين الموجودين، وفي يعني تحس المكان كله معقم ونظيف، في ديستنس حلو، ما فيش اي ناس بتقرب، الديسكات كلها بعيده عن بعض، ما فيش اي حد بيقرب من حد تاني، فانا شايف ان هو في ظل الظروف اللي احنا فيها دي الاساليب الوقايه حلوه جدا. عموما يعني انا في الاول كنت شايف ان هو مثلا هيبقى في جزء نظري كتير ممكن ما استفادش منه، بس لا بالعكس في حاجات كتير ابديتد، فانا بعمل ابديت للحاجات اللي عندي، التريكس اللي في الكلينكس كل حاجه بحسها يعني فعلا بيركز على نقط هي دي الكويسه في الكلينك. يعني لا دكتور احمد خيري دكتور شاطر جدا الصراحه، وما بيبخلش علينا باي حاجه الصراحه، يعني المعلومات كلها بيديها لنا وبيزود كمان، وكل والمعلومات اللي عنده كلها ابديتد صراحة، وصل المعلومة أحسن مما لازم. يعني بصراحة أنا شايفة أن الموضوع فريندلي، وحتى الدكاترة اللي بيحضروا حلوين جدا، وفعلا بيدوك كل الانفورميشن اللي محتاجها وزيادة، والتطبيق ده أهم حاجة، فإحنا بنطبق كتير وهي دي اللي بتثبت الحاجة.